أعتقد بأن الكتاب الذي أصدره وترجمه الأستاذ محمد الغريب يندرج في إطار التعريف ببعض الكتابات التي تناولت تاريخ المغرب عبر عصوره المختلفة. وكتاب ماضي شمال إفريقيا القرى المظلمة لا يخرج عن سياق التعريف بنباتات وجغرافية المغرب. لذلك أعتقد بأنه كتاب بإمكانه أن يقدم إضافة جديدة للباحث والمهتم والقارئ والمتتبع لمختلف النشاطات العلمية والتاريخية. لذلك أعتقد بأن هذا الكتاب رغم ما يحف به من إسقاطات وما ينطوي عليه من خلفيات فهو يحاول قدر الإمكان أن يكتب تاريخا يبدو للجميع بأنه تاريخ غامض، خصوصا تاريخ العصور الوسطى. لذلك فهذا الكتاب كما قلت أنفا بغض النظر عن حيثياته وخلفيته الإيديولوجية وانتماء صاحبها إلى المدرسة الاستعمارية، فهو في واقع الحال كشف النقابة وأمط اللثامة عن نقط وفواصل من تاريخ المغرب. يعتبر تاريخ أو ماضي إفريقيا الشمالية للهوتي من الكتب المؤسسة في كتابة تاريخ الشمال الإفريقي، وهو من الكتب التي اتخذت منهجا معينا، وإن في هو منهج مهم في دراسة التاريخ رغم كون أنه في بعض الأحيان يحمل تلك المسحة الاستعمارية، خاصة فيما تعلق في العلاقة بين يعني الوطن اللي هو بلاد المغرب أو شمال إفريقيا، وكذلك بالنسبة لساكنته أو لأهله وسكانه. ولهذا أعتقد أن ترجمتنا وترجمتنا لهذا الكتاب ونوع من تقريبه من أبنائنا الطلبة ليطلعوا من كتب عليه ويعملوا في نفس الوقت على رؤيتي والاطلاع على منهاج استعماري ربما وصل إلى نتائج هي في حقيقة الأمر نتائج أكاديمية ولكنها تحمل مسحة من المسحات يعني خاصة منتصف القرن أو بداية القرن العشرين، والتي تحمل كذلك مسحة استعمارية. هذا الكتاب رغم ما قيل عنه في السابق وما قيل عنه في مرحلة لاحقة يعتبر كتابا مفيدا، ولذلك نوصي بأن يقوم كل الباحثين بقراءته والتمعن به والاستفادة منه.